الصحة النفسية عند المصريين أصبح ليها اهتمام كبير، بقى في وعي بيزيد يوم ورا يوم بأهمية الصحة النفسية والسلامة النفسية، وإزاي ناخد بالنا من الأعراض اللي بتقول إن إحنا محتاجين نخضع مثلا لعلاج نفسي أو نتابع مع متخصص. زمان ما كانش الكلام ده مهم، يعني زمان كان الناس تهتم بس لما يظهر أعراض عضوية في اعتلال في الجسم، لكن الصحة النفسية ما كانش ليها اهتمام أبدا عندنا. دلوقتي الموضوع ده اتغير كتير، عشان كده النهاردة هنتكلم عن اكتئاب ما بعد الولادة. الأمهات معظمهم بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولادة، فترة الحمل وفترة الولادة بتبقى فيها تغيرات هرمونية حادة، فأحيان كتير بتسبب اكتئاب، والأم واللي حواليها والمحيطين بيها ما بيبقوش أصلا واخدين بالهم إنه ده اكتئاب، أو ما بيبقاش فيه تشخيص واضح للحالة دي إن هي اكتئاب. إزاي الأم تعرف إنه هي عندها اكتئاب ما بعد الولادة؟ إزاي تعرف تتعامل معاه؟ إيه أعراضه؟ وإيه العوامل اللي ممكن تزود من أو تخليها عرضة أكتر للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من دكتور هشام رامي، استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. قول لنا الأول، يعني إيه اكتئاب ما بعد الولادة؟ إيه أسبابه؟ بيجي إزاي؟ وإزاي نعرف إن هو موجود؟ أولا لازم نكون عارفين إن أستأذنك بس نعلي الصوت شوية يا دكتور هشام، علي صوتك شوية. لازم نكون عارفين رقم واحد إن فترة الحمل وفترة الولادة دي مصاحبة بتغيرات فسيولوجية وهرمونية كثيرة جدا، مما يجعل المرأة في هذه المرحلة معرضة أكثر من أي مرحلة أخرى للاعتلال المزاجي. إحنا اكتشفنا في أبحاثنا إن حوالي 40 ل 50% من السيدات بعد الولادة بيجي لهم تغيرات مزاجية سلبية تتراوح ما بين بعض التوتر أو بعض الحزن الشديد، وده بيعدي طبيعي ومش محتاج علاج أو أي حاجة، ولكن 10 ل 12% من هؤلاء السيدات بيصابوا بما يسمى اكتئاب ما بعد الولاده، وده الحقيقه مرض وليس دلع وليس كسل، هو مرض عضوي بيجي عباره عن خلل كيميائي في بعض مناطق المخ بيؤدي الى الاعراض الاتيه. طب ازاي بتشخصوه يا دكتور هشام؟ يعني احنا بنسمع كتير مثلا ازواج يقول مراته اللي لسه والده، ما كل الستات بتولد وبتقوم تعمل، ما كل الستات بتراعي طفل لسه، يعني احنا بنسمع ما كل الستات بتعمل كذا، فازاي بتشخصوا انه ده فعلا اكتئاب؟ طبعا الجمله دي من اوحش الجمل اللي ممكن تتقال لاي سيده بعد الولاده، فاحنا بندعو اي راجل ان عمره ما يستخدم هذه الجمله ابدا ابدا ابدا. اكتئاب ما بعد الولاده ده بيبتدي غالبا في الاسبوع الثاني اللي بعد الولاده. بتشعر الام فيه بمشاعر الم نفسي شديد مصاحب بحزن وغضب من النفس، عدم قدره على رعايه الطفل، بل في بعض الاحوال بيصل هذا الاكتئاب الى نظره سوداويه تجاه الطفل، وكان الطفل وبال، وكأن الطفل شيء سيء حدث في الحياة، بيوصل للرفض للطفل ان هي مش عايزة الطفل تماما، لدرجة ان في بعض الاحوال لما بتشتد الحالة ولا تعالج مبكرا بيصل الى درجة ان الام ترفض انها تاخد بالها من ابنها خالص، مش عشان هي ست وحشة، عشان هي فعلا مش قادرة. الاكتئاب ما بعد الولادة بيسحب الطاقة النفسية والطاقة الجسدية اللي عند الام، بنلاقي عندها اهمال في نظافتها الذاتيه، عدم قدره على القيام بالاعمال العاديه بتاعتها، يعني لا قادره تغسل سنانها، لا قادره تقوم من السرير، في بعض الاحوال بيصل الامر انها بتقعد في السرير لا تتحرك. نساعد الست ازاي يا دكتور اللي بتمر بفتره اكتئاب ما بعد الولاده؟ المحيطين بيها ومين اهم شخص له دور في المرحله دي في حياتها؟ رقم واحد احنا بنقول الوقايه خير ألف مره من العلاج، فاحنا عاوزين الست ما يجيلهاش اكتئاب ما بعد الولاده. طب الوقايه الاول، طب لحظه، الوقايه قبل العلاج ازاي نقي من او نحمي الست او الست تحمي نفسها من ان هي يجي لها اكتئاب؟ وهل في عوامل بتخلي في ستات اكثر عرضه بالموضوع ده عن غيرها؟ ده حقيقه. اول عامل بيؤدي الى زياده اكتئاب ما بعد الولاده هو ان يكون جالها اكتئاب قبل كده في فتره من حياتها، فالسيدات اللي جالهم اكتئاب قبل كده يجب متابعتهم متابعه دقيقه بعد الولاده للتدخل المبكر والسريع قبل ان يظهر هذا المرض ويرتفع. رقم اتنين الدعم الاجتماعي. زمان كانت الست اول ما تخلف في بلدها بتروح تقعد عند والدتها او والدتها تيجي تقعد معاها، بنلاقي كل افراد الاسره مشتركين معاها في رعايه الطفل، بيحسسوها ان ده حدث ايجابي وان احنا كلنا بنحتفل معاكي. اما مع بقى التغيرات المجتمعيه اللي حصلت بقينا بنلاحظ كثيرا ان بقت الست تولد وتروح تقعد في بيتها لوحدها، وبقى مطلوب منها بعد الولاده تاخد بالها من ابنها او بنتها، وكمان تاخد بالها من الطفل، وكمان تاخد بالها من جوزها. فالعزله وعدم وجود الدعم الاجتماعي من اكثر الحاجات اللي بتزود نسبه حدوث هذا المرض. رقم ثلاثه الدعم الزوجي. لازم الزوج يعرف انه من اول يوم هو كمان هيلعب دور في رعايه الطفل، ومش بس في رعايه الطفل، وتقديم الدعم المعنوي لهذه السيده التي انجبت هذا الطفل.
يحسسها بقد ايه هي متميزه، قد ايه اللي عملته ده شيء جميل، قد ايه انت مش لوحدك، قد ايه احنا كلنا معاكي. رقم بقى 4 وده شيء مهم جدا، التغذيه السليمه والفيتامينات المهم جدا تتاخد بعد الولاده زي فيتامين ب وفيتامين د. نقص الفيتامينات بيؤدي الى ذلك. لو كل ده ما اداش الى الوقايه يبقى التشخيص المبكر والتدخل مبكرا قبل ما الامور تستبعد. هذا التدخل بيشمل بعدين، في حاجه اسمها علاج معرفي سلوكي عن طريق التنشيط وعن طريق تغيير الافكار السلبيه وعن طريق الدعم النفسي لهذه السيده الفاضله. لو ده ما نجحش، هناك بعض العلاجات الحديثه اللي بتتاخد في الفتره دي ولا تؤثر على الطفل. عشان كده مهم قوي في اختيار العلاجات يكون الطبيب متخصص وعارف ايه هي الادويه اللي ينفع تتاخد. طب العلاج تقريبا يا دكتور بياخد وقت قد ايه؟ في خلال 2 لـ3 بتشعر المراه بتحسن نسبه 60 لـ70%، في خلال 6 أسابيع بتشفى تماما ولا كان حاجه حصلت. هل التدخل في العلاج بيكون بس نفسي او من عن طريق معالج نفسي، ولا بتحتاج في بعض الحالات تاخد ادويه؟ هناك علاج نفسي وهناك علاج دوائي. في البداية بنفضل العلاج النفسي عشان ما نضطرش ناخد أدوية وإحنا بنرضع، ولكن لو هذا العلاج النفسي لم يؤتي بثماره سريعا أو كانت الحالة أشد من إنها تحتاج فقط العلاج النفسي، بنذهب إلى طبيب متخصص بيوصف لنا أدوية مضادة للاكتئاب لا تؤثر على الطفل وما تنزلش في اللبن بتاع له. ما بتأثرش على الرضاعة ولا على الطفل. طب هل التأخر أو تأخر الاستجابة في العلاج ممكن يكون له علاقة بالسن؟ لو الأم مثلا أكبر شوية، 30ات غير الـ20ات غير الـ40ات؟ بالتأكيد كل ما زاد سن الأم كل ما استجابتها للعلاج بتتأخر أكثر، نتيجة إن خلايا المخ ما بتبقاش فيها المرونة العادية اللي بتستجيب للعلاج سريعا. لكن أهم عامل في الاستجابة هو التدخل مبكرا، التشخيص المبكر والعلاج المبكر. وهنا بننصح إن دكاترة النساء والولادة وما يطلق عليهم الزائرات الصحيات اللي بتوفرها وزارة الصحة في مصر لكل ست بتولد دلوقتي، إن هم يبقوا زي ما بيقيسوا الضغط، زي ما بيقيسوا النبض، زي ما بيقيسوا الحرارة، كمان يعملوا اختبار صغير للأم عشان نكتشف هذا الاكتئاب مبكرا ولا يؤثر على الأم ولا على الطفل بعد كده. شكرا ليك دكتور هشام رامي استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس على كل التفاصيل دي. وانا بدعو كل الاسر المصريه، الازواج، الاسره، محيط الاسره لازم تبقى داعمه للام اللي لسه والده دي. وارجوكم ما نستهترش باي تغير في مزاج الام، لانه في النهايه مزاج الام وصحتها النفسيه هي بتنعكس على صحه الاسره النفسيه وعلى مزاج الاسره ككل. فربنا طبعا يقوم كل ست حامل بسلامه وتخلف طفل سليم باذن الله، وتبقى صحتها النفسيه دايما كويسه.